السوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين. مرحبا. في فئات من السوريين ما أخذوا حقهم الاهتمام والرعاية لا قبل ولا بعد الثورة، مثل المسنين يلي كانت دور رعايتهم من أقل المكان خدمات وأسوأ سمعة، وبعض هاي الدور انقصفت وتضررت وصارت فئة المسنين من أكثر المتضررين من الحرب مع عدم الاهتمام فيهم. طبعا ما بيخلى الأمر من سوريين مهتمين بأهلهم السوريين يلي بيفكروا دائما كيف ومين يساعدوا، منهم القاضي الدكتور محمد نور حميدي يلي أسس دار عجزة الثورة والمسنين لتضم مهجرين دار المسنين القديمة بجسر الشغور، لأنه بحزيران 2015 وبعد نزوح أهالي المدينة بسبب القصف العنيف انتركوا نزلاء الدار من المسنين بدون حماية أو رعاية. ووقتها نسأ المدير الحالي للدار الدكتور القاضي محمد نور حميدي مع عدد من الأشخاص واتفق معهم على تأسيس دار بديلة ببلدة إسقاط بمدينة حارم بريف إدلب. هالدار مكونة من طابقين، الطابق الأرضي فيه 4 غرف وصالة كبيرة وحديقة فيها مسبح صغير وحمامين ومطبخ، والطابق الثاني على العظم ما في شي غير سقف وحيطان. المقر قدمه المجلس المحلي لبلدة إسقاط. أما الدعم فكان عبارة عن مبادرات فردية استمرت لمدة 6 شهور بس، وبعدها انقطع بشكل دائم بعد أخذ الدكتور حميدي على عاتقه تغطية نفقات الدار وتقديم كل شيء بيلزم للمسنين من مأكل ومشرب وملبس. الدعم مو محصور بنزلاء الدار، في كتير من المسنين برات الدار بتم تأمين بعض المستلزمات الطبية إلن مثل الكراسي المتحركة، العكاكيز، المراحيض الفرنجية وغيرها. أما الرعاية الطبية بالدار فبيقوم فيها بشكل تطوعي طبيب صديق للدار، بمر بشكل دوري على النزلاء بيفحصهم وبقيم احتياجاتهم الطبية. بعيش بدار الثورة والمسنين 10 نزلاء مالهم لا أهل ولا قرايبين، بيتولى المشرفين على الدار الاهتمام بالنزلاء من كل النواحي الصحية والنفسية، بالإضافة لبعض المتطوعين اللي بيترددوا على الدار بشكل يومي ليساعدوا بتأمين احتياجات ومتطلبات النزلاء. أما آلية قبول النزلاء فالشرط الأساسي والوحيد أن يكون المسن قادر على قضاء حاجته بنفسه، لأنه إذا كان مصاب بأي شلل أو مرض بعيق حركته فهو بحاجة لعناية كبيرة ما بتقدر الدار ضمن الإمكانيات المتاحة أنها تقدمها. تستقبل الدار الأشخاص المعوقين بسبب الحرب، بس مع هيك في كتير من الحالات تستدعي الحاقة بالدار، لكن بسبب ضعف الإمكانيات وصغر حجم الدار ما بيقدروا يستوعبوا هاي الحالات، لأن الدار للأسف تفتقر لأي دعم أو اهتمام من قبل أي منظمة أو أي جهة من الجهات الناشطة بالعمل الإنساني، رغم أن النزلاء هن من أكثر المتضررين من الحرب، فقدوا كل أمل لهم بالحياة وهن بأمس الحاجة لمين يمدلون إيد المساعدة. بدنا نقول بالنهاية للقائمين على هاي الدار شكراً لأنكم فكرتوا بهاي الفئة المسنة، شكراً لأنكم عم تقدموا كل شي بتقدروا عليه من دعم ومساعدة للمسنين، شكراً لأنكم عن جد سوريين لبعض. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين.